السلام عليكم ورحمة الله، يا أهلا وسهلا بيكم، يا رب دايما تكونوا في أحسن حال. عملنا فيديو قبل كده عن خطوات صباغة الخشب أو دهان الأسطر بالطريقة العلمية، وكان فيديو يعني يعتبر شاق شوية أو صعب شوية على الناس المبتدئة، لأن فيه خطوات كتير جدا وبياخد وقت برضه طويل عشان يطلع شغل مظبوط. فكان دايما الأسئلة أو الطلبات عايزين صباغة الخشب بطريقة سهلة جدا نقدر ننفذها في البيت، أو يقدر الشخص الهاوي البسيط يقدر ينفذها. النهاردة إن شاء الله نعمل خطوات بسيطة وصحيحة برضو إن شاء الله باستخدام السيلر وباستخدام الورنيش. ولكن أنا عايز أقول لكم معلومة، لأن في ناس كتير جدا معتقدة إن السيلر دهان. السيلر يا جماعة ليس دهان. طب أمال السيلر ده إيه؟ ده اللي هنعرفه النهاردة إن شاء الله في نهاية الفيديو. أنا عندي هنا دول ثلاث عينات من خشب الـ MDF ملزوق قشرة، تمام؟ هبدأ أصبغهم. لو عندك خشب طبيعي هي نفس الخطوات، واحدة مش هتختلف نهائي. طيب لو انت في مصر ممكن تستخدم صبغات حصى الجوز اللي هي دي، تمام؟ طبعا في منها الوان كتير، في منها بني واصفر، جميع الالوان موجودة. وبعدين بتدوبها في مية دافية وتحط عليها قطرات من الغراء الابيض او غراء الحمص، اي غراء يعني عادي مفيش مشكلة. لو انت بقى في الدول العربية او في دول الخليج وما لقيتش عندك الصبغات المائية، هتستخدم الصبغات دي ناري، بيسموها بشبوري، لها درجات لون مختلفة، تختار اللون اللي انت عايزه. وبعدين بتبدأ تخفها شوية بالترابنتين اهوت، الاثنين بيتباعوا في محلات الدهانات. بتخفها بالترابنتين وتبدا تمسحها على الخشب بقطعه قماش وتسيبها لتاني يوم لحد ما تجف، او ممكن تخفها بالتنر وترشها بمسدس الرش. تعالوا بقى نبدا مع بعض الخطوات. احنا هنا في خشبتين هنصبغهم بني، وخشبه هنسيبها على لونها زي ما هي، تمام؟ طيب هنبدا نجيب قطعه قماش تكون قطن، وابدا الفها للداخل بالمنظر ده كده، اعملها زي الاسطمبين علشان ابدا اصبغ بيها. هنصبغ قطعتين الخشب دول بنفس الصبغه ولكن بطريقه مختلفه شويه عن بعضها. واحده صبغه مباشره على طول، والثانيه هنعمل لها عصر للقشره فهيبان شكلها مختلف ان شاء الله شويه. وابدا في اتجاه الالياف. نشوف العينة التانية هنصبغها بنفس الصبغة، ولكن هنبدأ بعد ما نخلص نعمل نعصر القشرة أو نقصبها وهنشوف الفرق بينهم. هتيجي على الخشب بعد ما صبغته مباشرة ولسه ما جفش، باستخدام السكينة الرفيعة دي أبدأ أضغط كده على الخشب أو أعصر الألياف دي في اتجاه الألياف بالمنظر دي كده. فلما تشوف كده هتلاقي دي اتصبغت عادي اهيت، اللون كله بقى زي بعضه. اما هنا بدأت الالياف تبان نتيجة انك بتعصر الخشب بيدخل جوه المسام المفتوحة والمسام المغلقة بيتسحب من عليها فيبان المنظر ده كده. بجيب السيلر، السيلر بيكون تقيل زي الشحم كده، ببدأ احط له تنر اللي هو المذيب بتاعه بنسبة مثلا 3 تنر لواحد سيلر، وابدأ اقلبه. طبعا بياخد وقت شوية عبال ما يدوب في بعضه. كده انا جهزت الثلاث عينات بعد تمام الجفاف. لو محتاجين صنفره خفيفه ماشي، ولكن انا شايف السطح بتاعهم مش محتاج اي صنفره. طيب انا كده جهزت السيلر بعد ما دوبته في التنر. لو انت شايفه تقيل ومش هتعرف تشتغل بيه ممكن تزود تنر عادي، مفيش اي مشكله. هنبدا دلوقتي ندهن السيلر في اتجاه الالياف، برضو نفس الموضوع. طبعا انا بستخدم الفرشه، ولكن على فكره الافضل ان انت تستخدم الاسطمبين او قطعه قماش زي ما عملنا فيديوهات قبل كده. بعد تمام الجفاف تيجي خطوة الصنفرة. هستخدم صنفرة ناعمة 220، بس لازم اتأكد ان السطح اصبح جاف تماما، بسيبه حوالي ربع ساعة او حاجة. وبعدين بعد الصنفرة ابدا ادهن وجه تاني من السيلر واسيبه الجفاف وارجع صنفر وادهن كمان وجه، يعني بدهن حوالي التلات اوجه من السيلر. كده انا دهنت الخشب تلات اوجه من السيلر مع صنفرة كل وجه وتمام الجفاف، لحد ما تلاقي ان فيه لمعة خفيفة كده في السطح وتحس ان المسام كلها اغلقت. الخطوة اللي بعد كده هي التشطيب، بان انت تدهن الورنيش اللي انت عايزه، اي نوع بقى انت بتستخدمه. انا هستخدم النهاردة الورنيش ده اسمه وود شيلد،
الورنيش ده من شركة جوتن، ده للاستخدام الخارجي، يعني لو عندك شغل هيتعرض لشمس ورطوبة وكده فالنوع ده كويس، اسمه وود شيلد للاستخدام الخارجي. هدهن الورنيش برضه في اتجاه الألياف. دايما تبص على العبوة وتشوف لو انت عايز تخف الورنيش بيكون مكتوب عليها الورنيش ده بيتخف بإيه. وفي خطأ شائع الناس بتقع فيه ان هما بيخفوا الورنيش بالتنر. الورنيش لازم يخفف اما بالنفط او بالترابنتين، مينفعش ابدا اخفه بالتنر. ليه؟ لان السيلر اللي انا مأسس بيه السطح ده الوسيط بتاعه او المذيب بتاعه هو التنر، تمام؟ فانا لو خففت الورنيش بالتنر هيبدأ الورنيش يدوب السيلر نفسه ويعمل حاجة اسمها تفويش السطح، يلاقي السطح بتاعك اصبح فيه تعرج ومصبحش مظبوط خالص والنتيجة بتكون سيئة جدا. فدايما خلي بالك ان الورنيش اي نوع يتم تخفيفه اما بالنفط او بالترابنتين. طبعا انا شايف ان ورنيش القوام بتاعه مش محتاج انه يتخف خالص، لو انت بقى محتاج تخفه زي ما قلنا. دي كده النتيجة للتلات عينات، دي العينة الاولى ودي التانية اللي احنا عصرنا فيها القشرة، وده اللون على الخشب زي ما هو، طبعا زي ما احنا شايفين انعكاس الضوء اهوت عليها، تمام؟ الطريقة دي طريقة سهلة جدا وطريقة برضو صحيحة، ان شاء الله تقدر تنفذها في البيت، تعتبر للهواة والناس اللي بتشتغل في البيوت، طريقة سهلة جدا وسلسة وما فيهاش أي مشاكل. دي كده الخطوات المختصرة لصباغة الأخشاب، تقدر تصبغه بلون وتقدر تدهن على طول على الخشب ويكون بلون الخشب زي ما هو. نيجي بقى للسؤال المهم، ما هو السيلر وليه السيلر ما هوش دهان؟ طبعا السيلر يا جماعة هو مادة تأسيس وليس دهان. طب ايه الفرق بين الدهان وبين مادة التأسيس؟ اولا السيلر يستخدم لإغلاق مسام الخشب. طب ليه بنقفل مسام الخشب؟ الخشب عشان تدهن عليه ورنيش، الخشب بيتشرب الورنيش فهتلاقي فيه اجزاء بتلمع واجزاء ما بتلمعش، فعشان كده بنستخدم السيلر. فالسيلر وظيفته هو اغلاق مسام السطح ويخلي السطح ناعم بحيث لما ادهن ورنيش تبقى طبقه اللمعان كلها موحده، دي وظيفه السيلر. وفي نفس الوقت هو ما ينفعش يكون دهان. ليه؟ لان من شروط الدهان ان هو بعد الجفاف لا يقبل الذوبان مره اخرى. اما السيلر لو انت جف منك في عبوه وضفت له تنر تاني يدوب تاني ما عندوش اي مشكله. وفي نفس الوقت هو لوحده لا يتحمل العوامل الجوية، يعني ما ينفعش تعمل شغل وتسلمه لعميل وهو مدهون سيلر بس، ما ينفعش، مجرد اي شوية مية اي شوية شمس هيقشر على طول مع السطح، فهو مادة تأسيس وليس دهان. طبعا انا بستخدمه دايما في الفيديوهات، انا بدهن بيه الايادي بتاعت الشغل، الملزمة، خشب، كلام من ده، دي حاجات كلها استخدام داخلي وعشان بس تبقى ايدها ناعمة. لكن لو انت هتعمل شغل وهتسلمه لعميل ما ينفعش يكون سيلر بس، يبقى السيلر هو مادة تأسيس. ده كده الفيديو بتاعنا النهاردة، هسيب لك في شريط الوصف وهيظهر دلوقتي في الفيديوهات المرشحة مجموعة من الفيديوهات اللي ممكن تفيدك في موضوع صباغة الأخشاب. دعواتكم لينا بالتوفيق، اللهم اجزيه خيرا في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله.